يعني معقول تطوير التشار شوت جان استغرق معنا اكثر من 12 سيزون؟ الموضوع كثير غريب. ان شاء الله بهذا المقطع رح نحكي عن اغرب اربع اشياء تمت اضافتها على لعبه فورتنايت واخذت وقت وغير منها اللي هلا رح تنضاف لسه معنا بالهالوين هات تبع 2020. فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. مبدئيا قبل ما نبلش المقطع تبعي بتمنى اذا انت اول مره عند تشاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس تحط لايك تكتب كومنت حلو برايك لانه رايك بهمني جدا واللايك بيفيدني جدا لينتشر المقطع بكل مكان. وقدام بالايتم شوبني متسلى وحاب تدعمني في ظاهر امامك بتشكرك جدا وشكرا على 17000 اخ وصديق. وانا يوميا عم بعمل بث مباشر على الفيسبوك لو حابب تجي على الفيسبوك تنورني على البث المباشر. يوميا عم بعمل بث مباشر عم نعمل فعاليات عم نلعب كرييتيف او عم نلعب بابليك مع كل المتابعين شوي شوي يعني مع بعض يعني مع بعضينا لوبي لوبي. فشكرا لكم يا شباب وخلينا نفوت على المقطع. بالنسبه يا شباب لهذا المقطع رح يكون عن اغرب اربع اشياء رح يتم اضافتها بلعبه فورتنايت او انضافت معنا في فورتنايت. حالا رح نحكي شوي عن هالوين. طبعا هالوين شيء اساسي معنا. بتعرفوا ايام الشابتر الاول بالهالوين الماضي لما كنت تمشي هيك بالشوارع فجاه تكون هيك يطلع لك شيء من الزباله عزكم الله مثل زومبي يدمجك ويركض وراك يطلع لك شيء من ورا الحيط ورا من شيء الباب يعني تلاقيهم امر غريب هدول الزومبي. يعني كانت اضافه حلوه بالنسبه للهالوين بالنسبه للشابتر الاول هيك شيء مرعب وشيء بحسسك باجواء الهالوين بلعبه فورتنايت. ولكن حاليا بفورتنايت بالشابتر 2 طبعا بعد ما تم اضافه السيارات وتم اضافه اشياء كثير بلعبه فورتنايت بالشابتر 2 عن الشابتر الاول صار معنا كثير اشياء وخيارات متعدده بلعبه فورتنايت. حاليا صار معنا شيء جديد هلا بلش معنا يصير معنا يلي هي السيارات الملبوسه هيك بسموها بس هي بالانجليزي بسموها بالسيارات الملبوسه. فهي السيارات الملبوسه تمت اضافتها معنا في فورتنايت. بتكون ماشي هيك فجاه بامان الله بيظهر لك السياره بتلاقيها عم تتحرك يمين وشمال وتتنط وتنزل وتعمل حركات غريبه للعبه او السياره بشكل عام. فانت هذا الشيء بتحسه جليتش وانا فعليا صار معي على البث المباشر فكرته جليتش ما فكرته اي شيء هيك يكون ولكن تمت اضافتها بالتحديثات. وهذا الشيء كان عباره عن انه هالوين قادم وهالقصص هي يعني حركه من شركه ايبك جيمز ظريفه مشان نشوف هالقصه. ومعنا شغلتين تانيات بتسربوا الملفات اللعبه رح يكونوا عن هذا الهالوين. ولكن خلينا نحكي عن التشارج شوت جان قبل ما نحكي عن الشغلتين التانيات اللي من ملفات اللعبه. كلياتنا بنعرف التشارج شوت جان نضاف بالسيزون الثالث بالشابتر 2 ولكن انت اللي ما بتعرفه يا صاحبي انه شركه فورتنايت او ايبك جيمز كانت عم تشتغل على هذا المشروع من ايام السيزون 2 شابتر 1. يعني شوف من ايمتى من 12 سيزون شركه فورتنايت مقترحه هذا الشيء وكانت عم تشتغل عليه وتفكر فيه. والدليل على هذا اليوتيوبر المشهور مستر دبليز اللي عنده تقريبا 115000 مشترك او 20000 مشترك. هذا اليوتيوبر مو طبيعي يعني مو انه يوتيوبر عادي قصدي. هذا اليوتيوبر بيقرا دونالد ماستر اللي هو كاتب قصة فورتنايت واللي بيشتغل بشركة ايبك جيمز وهو مسؤول كبير بشركة ايبك جيمز. يعني هذا الشخص لو بيشتغل بالتسريبات مثل حكايتي كانت عنده الاخبار كلياتها بالجيب. يعني بيجيب لك التسريبات لبعد ايام السيزون 1000 شابتر مليون. فهذا هو فكرة فورتنايت بالنسبة لهذا الشخص. فهذا الشخص اللي هو ماستر دي بلايز اللي اسمه هيك على اليوتيوب كان عم يلعب مع اخوه دونالد ماستر اللي هو كاتب قصة فورتنايت. كانوا عم يلعبوا مع بعض ويحكوا على الموضوع الشوتجن. فدونالد ماستر اقترح على اخوه ماستر اللي هو مقترح عليه يعني اللي هو قال له انه مثلا بدنا ننزل شيء او عم نفكر ننزل شيء مثل الشوتجن الجديد اللي هو كان عبارة عن تشارج شوتجن. وكان عم يقول له بهذا المقطع انه انا عم فكر نحكي على شيء شوتجن جديد ويكون يعمل تشارج وبعد ما يعمل تشارج يعمل بو على الراس. شو معنات هذا الكلام؟ يعني يفلق له راسه نصين او يجيب له العيد اول ما يعمل تشارج ويضرب على الراس. وفعليا هذا الشيء صار وكان عاجبه هذا الموضوع لدونالد ماستر يعني. وهذا الشيء صار بعد تقريبا 12 سيزون. فاترككم مع المقطع من ايام السيزون 2 شابتر 1. Like a rail gun, you know, it's like a gun sure. that you have to, you have to charge it up before you can fire, right? So it's like basically hold the trigger for two or three seconds and then boom, shoots a big... It's a lot of damage though. يعني انا فعليا الموضوع عجبني كثير لانه معروفه شركه فورتنايت باشياء القديمه. يعني بتلاقيها عم تفكر بالموضوع قبل بسنه او تلمح الموضوع قبل بسنه وبعد منها بصير. يعني موضوع فورتنايت الصراحه كثير حلو
والصدى فعلا بتحمس عن باقي الالعاب لحتى انك انت فعليا تتابع قصة فورتنايت وتشوف التغييرات اللي عم تصير، لانه فعلا شركة ايبك جيمز شركة عبقرية جدا بالنسبة للعبة فورتنايت فقط لا غير. العاب تانية ما لنا فيها. الاضافة التالتة اللي هتكون معنا اللي هي اللي هتكون تبع السكاكر، طبعا اللي هيكون معنا سكاكر جديدة بالهالوين اللي هي عبارة عن سطول فيها سكاكر بتعطيك هيل او شيل. طبعا اللي احنا بالشابتر التاني هلا معنا التفاح، معنا موز، معنا مشروم، معنا اشياء كتير بتعطيك هيل وبتعطيك شيل. طبعا لعبة فورتنايت حبت الشغلات اللي بتتاكل وبتعطيك شغلات، فان شاء الله بهذا الهالوين من داخل ملفات اللعبة تسرب شيء جديد معنا اللي هي عبارة عن تلت اسطول مليارين سكاكر تبعات الهالوين اللي ظاهرين امامكم، رح يكونوا بالشكل الاتي، يلي بيعطيك هيل يلي بيعطيك شيل، معروفين هيك بيكونوا من ملفات اللعبه. وفي لهم طبعا اصوات انت عم تاكلهم غريبه غير الاصوات، بتحس واحد هيك تمه مدبق كله سكاكر هو عم ياكلها، فعليا هيك صوتهم بداخل ملفات اللعبه. فهيك رح يكون معنا اضافه جديده ان شاء الله بالهالوين بالنسبه للهيل والشيل، واللي بيكونوا موزعين داخل البيوت او داخل المنازل بشكل عام لحتى انت تقدر تهيل وتشلت فيهم. فحضركم مع مقطع صغير بورجيكم او بسمعكم كيف رح يكون شكلهم. وبالنسبة لآخر إضافة غريبة اللي حتكون معنا بهذا السيزون اللي هي المكنسة عاسكم بلاي ظاهرة أمامكم، طبعا هاي المكنسة انت اللي حتقلي اللي هي عبارة عن إيموت يا نيمو، وانت سربتها بالفيديوهات الماضية انه هذا إيموت، طبعا هذا الشيء إيموت وانا بعرف انه هذا إيموت، ولكن هذا الشيء اللي حيكون معنا داخل ملفات اللعبة غير الإيموت، يعني هذا غير الإيموت، موجود إيموت ماشي بهذا الشكل اللي ظهر امامكم، ونحن بنعرف هذا الشيء انه في ايموت وهيك، ولكن الايموت مفصول عن هي داخل ملفات اللعبه مشان يكون عندكم فكره. هاي الصوره اللي ظهر امامكم عباره عن ميكنسة وقدامها يعطيني وسيله نقل، يعني مهم رح تكون وسيله نقل اللي هي ظهر امامكم عباره عن وسيله نقل بتروح وبتجي فيها، رح تكون متوفره داخل الماب بالهالوين طبعا، وهذا الشيء اللي احنا ما حنتاكد منه غير ايام التحديث القادم، يعني التحديث القادم بعد تحديات الاسبوع التاسع، رح ينزل معنا تحديث جديد اللي هو رح يكون اللي نزلنا تحديات الاسبوع العاشر وتحديات الهالوين واشياء اللي هي رح تكون بالهالوين يعني، فهذا الشيء ما حيبان معنا بشكل اكيد غير لما ينزل هذا التحديث، بس حسب ملفات اللعبه رح تكون عباره عن ميكنسه بتقدر تاخذها مثل تبع هاري بوتر بالضبط اللي زارها امامكم، ما عارف اذا لفظت اسمه صح ولا غلط لاني ما بحبه بنوب هذا الفيلم، فرح تكون بهذا الشكل وسيله تنقل داخل ملفات اللعبه، ورح تكون معنا ان شاء الله باللعبه بايام التحديث الجديد تبع الهالوين. بس هيك بنكون حكينا عن اغرب الاشياء اللي معنا بلعبة فورتنايت، نكون عجبكم المقطع واستفدتم بعض المعلومات، واكتب لي رايك بالتعليقات شو رايك بموضوع الشوتجن اللي هل هو فعليا ضل معنا 12 سيزون لحتى يتطور ويتزبط اكتر، اكتب لي رايك بالتعليقات وصفحة البس مباشر نيمو، اتمنى تنورنا عليها على الفيسبوك. شكرا لكم يا شباب، كود دعم بلاتهم شوب نيمو 9 وبرعاية الله.